حقا قام، ينعاد عليكم. هيدي العبارة بنقولها بعيد الفصح، بس لازم نقولها بكل أيام حياتنا وبكل أيام السنة. المسيح قام، حقا قام. اليوم بدي أحكي لكم أخوتي عن كفن المسيح، إنما مش الكفن المسيح التاريخي، إنه هل بعده موجود وين بعده موجود، احترق، هيدا هو الأصل أو شيء. مش هحكي عن هالموضوع، رح أحكي عن موضوع معين. وهن لما أجوا التلاميذ وشافوا الكفن بقلب القبر، لما أجا مار بطرس ويوحنا وشافوا الكفن موجود جوا، وبالاول شكوا انه يكونوا اليهود اخذينه او الرومان اخذينه وخايفينه عنهم، وكمان اليهود شكوا انه يكونوا التلاميذ هن من سرق جسد ربنا يسوع المسيح. انما الكفن مثل ما شافوه التلاميذ اخوتي، كفن كان مرتب، وكان في مع الكفن او حد الكفن في المنديل اللي بيغطوا فيه وجه الميت. الشعب اليهودي كان يغطي وجه الميت بالمنديل. هذا الكفن لقوه صخ سليم محطوط، منه مجعلك، بالعكس كان مرتب. يعني لو حدا داخل حتى يسرق الجسد، كان لما شكوا فيه كان اذا بده يخلي الكفن موجود جوا، كان بده يشيله عن الجسم اللي مجروح اللي مجروح، رح يكون ملزق عليه، رح يكون عليه دم، رح يكون كتير شكله غلط. انما كان شكله مرتب، موجود موضوع مثل ما هو، وكأنه الجسم اللي كان فيه متبخر. إذا ربنا يسوع المسيح انشال أو قام من قلب الكفن مثل ما ظهر للتلاميذ بالعلية والأبواب مغلقة، هيك ظهر من الكفن، والكفن كان موجود بالقبر. بفتكر حتكون صعب كتير على سارق إنه ينزل ويشيل الكفن عن ميت. لو بده يسرقوه مزبوط كان حمله مع الكفن وراح، ليش لحتى يخلي الكفن يعني؟ بفتكر صعب عليه، وكان بياخذ وقت أكثر ممكن إنه ينكمش، وخاصة عم بيشيل عن انسان مجروح، انسان في عنده جروحه بتصير ملزق كمان الكفن عليه. يعني بكل الاحوال كانت رح تكون صعبه على اي سارق، والاهون انه ياخذ معه الكفن. الكفن موجود وبطريقه مرتبه، وكانه مثل ما قلنا انه تبخر الجسد من قلبه، والمنديل موضوع على جنب وبطريقه ايضا مرتبه. عند الشعب اليهودي كان في عاده الانسان اذا كان عم يتغدى او يتعشى كان يوضع منديل حده حتى يمسح فيه او حتى يحطه على ثيابه، ولما كان بده يقوم على المطبخ او يقوم يحكي مع حدا او يروح على الحمام كان يطوي المنديل بطريقه مرتبه، دلاله انه هو ما خلص اكل وراجع. ربنا يسوع المسيح حطه مرتب للمنديل، ما لو جعلك وزدته على جرب معناتها انه هو خلص اكل وفاته. مثل ما تركه ربنا يسوع المسيح للمنديل، تركه دلاله على انه عائد، على انه بعده موجود على الاكل. اذا ربنا يسوع المسيح ما تركنا، ربنا يسوع المسيح راح وراجع في المجيء الثاني، وربنا يسوع المسيح بعده معنا. تذكروا هالشيء كتير منيح. المسيح قام، حقا قام. إلى اللقاء.